نذهب إلى شكرا. موضوعنا الرئيس سيدي الكريم. الجزائريون بأكثريتهم وخاصة جيلي وجيل الشباب الجزائري كثرت عليهم الأسماء وكثرت عليهم الحركات الأمازيغية. إلى أي حركة أمازيغية ينتمي السيد صادق قرور؟ وما هي الحركة التي ترونها لها الأكثر اندماجا في الشعب والتي تجيب الأكثر لمطالب القبائل في الجزائر؟ شكرا. هذه قضية مهمة، قضية الهوية. أولا أنا ما نسميهاش قضية أمازيغية، قضية الهوية، الهوية الأمازيغية في الحقيقة نتاع البلاد، قضية في إطار هذا العولمة. الآن كل الشعوب راهي تحاول باش يعني تصدى يعني التصدي. احنا في رأينا لازم التصدي على أساس طبقي، ما يكونش على أساس لا لغوي ولا ديني ولا عرقي ولا حاجة أخرى، لكن الجانب الثقافي الجانب الهوي ايضا يدخل ظروف فيها في التصدي ضد هذا العولمة الوحشية تاع الرأسمالية العالمية. دونك هذه يعني راكم نشكروكم كي تخموا على هذه الحوايج واللي ديروا توعيوا ثاني اخواننا الجزائريين والافارقه يعني حول هذا الاشياء. دونك انا مناضل من السبعينات في هذه القضيه. هذه القضيه كنا احنا كانوا نخموا يعني في هذا الوقت كنا نفكروا بصفه عنصريه، باسكو كاين ديكتاتورية تامة في زمان يعني تاع الراحل بومدين، ديكتاتورية تامة يعني ما عندناش الحق نهضروا الأمازيغية لا في الشارع ولا في خلال استراحة يعني في المدرسة، ما قدرناش هذا. دونك يحبتو نيزون بوسي ادفونير ان بو راسيست يعني اونتي عرب اونتي الاخر. من بعد بيان سور كبرنا فهمنا القضية بلي القضية ماشي قضية نتاع العنصرية ولا حاجة أخرى. قضية هي قضية تاع التاريخ. قضية تاع التاريخ صادير اللي عنده الفكر الديني واللي عنده الفكر العلماني اللي يقول لك بلي يعني الإنسان ولد آدم وحواء، ولا يقول لك الإنسان حسب النظرية نتاع داروين نظرية التحول. هذو كاع الناس كل الأطراف اعترفت بلي السكان الأوائل لشمال أفريقيا سكان الاوائل هم امازيغ. هذه كل السلطات وكل يعني توليز هيستوريا الهيستوريوغرافي الكتابات كلش الناس تعترف بان السكان الاوائل مهما يكون المجيء تاعهم هم امازيغ. بعد هذا الامازيغ الشعب اللي يعني من سوا من مصر حتى ليزي الكناري حتى المالي النيجر التوارق اتسيتيرا الموريتانيا لي مور، هذو كاع امازيغ الناس كاع تعترف بهم. جاءوا الان الفينيقيين ولا جاءوا الرومان ولا جاءوا الوندال ولا البيزنطيين ولا العرب ولا الاسبانيول ولا الاتراك ولا الفرنسيين جاءوا لبلاد الامازيغ. دونك حقيقه تخلصت. مي حنا كيفاه نطرحوا هذه القضيه؟ نطرحوا باللي الشعب نتاع شمال افريقيا هو شعب امازيغي، سواء يتكلم بالامازيغيه نتاع يعني الشاويه ولا الترقيه ولا الجربيه نتاع تونس ولا ما على باليش اتسيتيرا، ولا يتكلم باللغه الدارجه بالعربيه. لي زارابوفون لي بربروفون لي مازيغوفون سون توس دي زامازيغ. دونك اون با دو بروبليم اتنيك، حنا شعب واحد ما كاش مشكل. هذه لازم كل الناس يفهموها. طرحها كاتب ياسين صافي يعني المرحوم يعني ياسين صافي منذ عشرات السنين وطرحوها الاخرين. حنا ثاني كنا نمنو بهالي. مشات الجزائر مليح، مشات بيان يعني خاصة في يعني الربيع نتاع 80 وشاف ربيع نتاع 84 سيك كانت في الخفاء. النضال حول الأمازيغ كان في الخفاء ولا في العلنية، ولا برك في العلنية. بعد ما ولا في العلنية ولا يعني قضية وطنية والناس يا يعني دي سيتي فيان دخلوا، كاين الوهرانيين معنا، كاين التوانسة، كاين المغاربة، كاين كلش. دونك ولات قضية شمال افريقيا وقضيه جزائريه، يعني بالنسبه لينا حنا قضيه جزائريه. هذه هي حنا في هذا سميناه حركه الثمانينات. الحركه الثمانينات من الحركه الثقافيه الامازيغيه. كنا نخدموا في اطار الجامعات، في اطار جامعه قسنطينه ولا جامعه الجزائر ولا جامعه تيزي وزو ولا سطيف ولا باتنا،
حنا في اطار الحركه باسكو في الوقت هذاك الحزب الواحد دونك ما كانش دي زيسباس دو ليبرتي هكا لي زيسباس دو ليبرتي كاينين داخل الجامعه جميعا نتلموا كلنا يعني كل لائحات كل حاجه نديروها نسميها الحركه يعني الحركه الامازيغيه والحركه الثقافيه الامازيغيه بعد التعدد نتاع 88 ابري اكتوبر 88 كاين حزب قال لك حنا دروك الحركه هذه تولي حزب وكل الناس كل الامازيغ يجيو في هذا الحزب سي لو ار سي دي دونك راسمون بور لا ديموكراسي لا كولتور تجمع ديمقراطي وثقافي لو ار سي دي حنا كنا من الناس اللي قلنا هذه القضيه ما نقدرش نديروها في حزب لازم تكون تبقى حركه دونك درنا هما داروا حزب وحنا درنا ثاني وعرضناهم ل لو دوزيام سيمينار باسكو جو كونسيدير كو البرومي سيمينار تندار في اوت 1980 بعد ما خرجوا الزملاء خرجنا كاع من الحبس يعني في الثمانينات في السنه تاع 80 والدوزيام سيمينار درناه اون 89 بقات اسم هذا يعني لو ام سي بي ولا الحركه الثقافيه الامازيغيه ولا يقولوا البربريه نقولوا الامازيغيه لمت كل الناس في الشرق في الغرب في الجزائر يعني قبائل النبيين الصيفيين ما نقولش العرب يعني انا ما نقولش العرب باسكو كلنا امازيغ نهضروا باي لغه اللغه ماشي هي المشكل اللغه هي وسيله برك مي سيدي الهويه تاعنا وحده لنبسط من فضلكم الامور الاشكال لسيد المشاهد ما هو المطلب الرئيس للحركه الامازيغيه هل صحيح أن المطلب الرئيسي هو اتخاذ اللغة الأمازيغية كلغة وطنية للجزائر؟ نعم نكمل برك دونك بعد هذا 90 يعني 91 كاين مناوشات كاين سياسية كلش في الحقيقة ما بقاتش حركة أمازيغية بقات أحزاب بقات تجمعات هكذا لكن ما زلنا نطالبوا وكملنا نطالبوا عندنا في 2001 في 2001 باغ إكزومبل كاين مكسب كاللغة هذه اللغة هذه مثلا احنا بالنسبة لنا تحققت في 25 جانفي 1990 عندما درنا مسيرة قدام يعني مقر المجلس الشعبي الوطني واعترفت الحكومة 24 جانفي بتأسيس أول معهد الأمازيغية ودرناه في تيزي وزو نعم هذه دونك دخلت المدرسة وبعد كانت سياسة سياسية داروا بويكوت 94 تو بعد بقات ولات افكتيمون ولات المطلب بالنسبه للاغلبيه الناس اللي ماشي واعيين يعني ما فهموش القضيه في الحقيقه بقات يعني اللغه الامازيغيه رسميه يعني وطنيه ورسميه حنا نقولوا قضيه اللغه حقيقه سي تان بيلي يعني دعم تاع الهويه لكن اساس لكن ماشي وحدها المشكل ليس لغوي القضيه تاع اللغه راهي لغة وطنية بعد 2002 خلاص راهي في الدستور نعم. لغة وطنية الآن نعم. قضية اللغة راهي في الجامعات راهي في, نعم. في الابتدائية راهي الناس تقراوها مازال لم تعمم في الجزائر راهي ثاني في المغرب كاين انستيتيو رويال اتسيترا الناس تقرا الأمازيغية ما كاش مشكل المشكل هو مشكل هوية أنا بصفتي والناس تفكر كيما أنا هو مشكل هوية، احنا ما عندناش أن بروبليم إثنيك في الجزائر ولا في شمال إفريقيا، احنا شعب واحد، شعب أمازيغي مهما تكون اللغة اللي نهضروا بها، أون فرونسي أون عرب أون تمازيغ فيها أوكي بروبليم هذه، هو مشكل هوية. نعم، أنا اليوم ما هي هذه الهوية التي تطالبون بها؟ احنا المطالب شوف المطالب تاع ثمانية واش كاين؟ كاين الاعتراف بالهوية الأمازيغية للشعب الشمال إفريقي والشعب الجزائري خصوصا. نعم. ثانيا الاعتراف باللغه الشعبيه اللي هي العربيه الدارجه لاراب بوبولار وتمازيغ بكل يعني فروعها نعم. هذه الثانيه المطلب الثالث هو الديمقراطيه والمطلب الرابع هو اعاده كتابه التاريخ ما يزيدوش يقولوا احنا جينا من اليمن ولا احنا عرب ولا التاريخ نتاع 54 62 على بالناش علاش اعتقل فلان ولا علاش فلان لا ايتي اساسيني هذه المطالب ربعه نتاع هذه الثمانينات دونك المطلب اللي بقى يعني الاخر هو الهويه شوف نعطيكم مثال هاو دروك انا نحس روحي امازيغي انا نساند القضية الفلسطينية ليس من باب أنا عربي ولا شقيق ولا خير من باب الإنساني ومن باب العلمانية يعني الانترناسيوناليزم من باب الحق سيدي مع الشعب الفلسطيني وعلى كل مظلوم في كل عالم سيدي صادق كيف تجيبني إذا قلت لك بأنني أنا أمازيغي
جزائري أعتبر نفسي أمازيغي لكنني لا أتكلم اللغة الأمازيغية. هذا ما نريد، نريد أن يكون يقولوا الناس احنا الآن نحضروا بالعربية. نعم، ولكن نتحاوروا بالعربية، العربية هذه تاعنا، اللغة تاعنا. لكن في قضية الهوية سيدي صادق لم تدرجون المكسب، مكسب اللغة العربية.